رسولك صلى الله عليه وسلم حير من تعار من الليل قفك هبينك صوكع صوت ربا صوكع كدي من الدعان أخر أخي كدي من إله وحوي ديستو والله سينا هدو إله دم بدافو ديستنا دم بيجو والله داف هدو يسيستو الله بركة تكون سلام ديس والله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لمن يجتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاء الإمام البخاري صلى الله عليه حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم وحير من تعار من الليل قفكها بينك صوكع أي سببها أصوكع كد بن إيراه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كد ابن إيراهذا اللهم اغفر لي غفر له ولو ذنب دافه وإذا دعا استجيب له هدو إلى وحويتي استنى ولو أقبل وإذا توضأ ثم صلى هدو صوكع أويسيستو أولا ورك عبدتو كذا الله كان لقيم سلا ديسة ولا أقبل الله أكبر ولا ليالو هبينكي ما قمر صوكعنا سبب تقرب ان كو صوكعنا انو اسجدين ان صوكعنا ان سو بودنو سوري ان صوكعنا مركز تا صوكعدي دعادان اقريسو حدا غرني حتى انا قورت دربي وكو دكسو سرير تا اكتا دديغو مركا صوكعدي ذكري غير اهدك او قيمها بدن اهدك او غابن هاي المام انت فائدك وجستفير دنب دافا داويديست الى هو الو دنب دافا هذا هو الدعوة ولا أقبله وحكسي في عن متقانة هذا تكون صلاة ولا أقبله كل جن هذا يهوب صلاة دين إلا أقبله والله وحكمه صلاة دين إلا أقبله صلاة وتكون صحة وتكونينا صلاة صحة وتكون لكن ما لا أقبله مثل أقبله الله سبحانه وتعالى كل يوم هذا بولانا يالو دعوانا وكنت ذالنا إلهي دنبينا هدافو دعوانا الله أقبله صلاة دين الله أقبله بارك الله فيكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله